طبعا من المؤكد أن خبر وفاة يعني الابن محزن ومؤلم جدا، وكنت أنا في ذاك الوقت في سفر خارج المدينة التي أسكن فيها، ولكن طبعا حاولت أن أتماسك لأنه حتى أعود إلى هذا إلى المدينة وأتكلم مع والدته بهدوء وحتى تتقبل الأمر وتصبر. كان أيضا الذين رافقوا الجنازة أعداد كبيرة جدا من الناس، آلاف المشيعين كانوا يرافقون الجنازة، والجميع كان يردد بالتكبير. لا شك شعور الأب الذي فقد ابنه في حادثة مثل هذه، لا شك شعور يعني صعب وصفه بالكتابة أو بالتعبير، لكنه شعور يعني شعور بالحزن الشديد والألم، ولكنه أيضا شعور يدفعني إلى أن أتابع هذا الأمر حتى يعني نهاية المطاف، ومتابعة هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة حتى آخر الدنيا. To my dear parents, I can tell you the good news that my health is good, thank God. It is only a few days that God has written for me here. Be patient, this is God's will. وأما ما حصل لابني فهو جريمة بكل المقاييس، جريمة فيها خسة ودناءة وجبن حقيقة، يعني ما هي رجولة أن يقتل أسير أعزل داخل سجن يعذب عذاب طويل ثم يقتل، أين الرجولة في هذا؟